وصلنا الختام حبيبي. مشكور الختام عزيز. تفضل. ما علي هارد لك، تحملنا والله بس. لا هارد لك على صدارة الهلال. أنا أذكر لك كلام الموسم اللي طاف والموسم هذا، قلت بالهلال لا لا ما قلت لا 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 ترى في بداية الموسم يوم بلش قال جايينكم وراح وراح، قلنا له هو غزة على النصر أو الاتحاد، قلنا له لا الأهلي 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 الهلال راح ياخذ الدوري، قلنا له أنت راح ياخذ الدوري. لا ما قلت باركاوي ولا باللاوي، بعدين قلت بالطيب ولا بالغصب راح ياخذ الدوري، ياخذها بالغصب ما بيطيب. هذا شوف المستقبل ما يدري عن رب العالم، لكن ثمان مباريات خذها عن جدار وسط. اقول الله يدري عنه بلنتيات، جدار وسط بلنتيات فيها بلنتيات. انا ذاك اليوم سالتك قلت لك فيها بلنتي ابو فهد. ابو فهد دقيقه، ابو فهد دقيقه، انا قلت لك في بلنتي ابو فهد. ايوه تاخذون الدوري غصب ولا غصب؟ اكثر فريق حصلون بالحكام بالجمهور باللاعبين. انا اقول لك المعلومه بالبلنتيات، اكثر فريق حصل على بلنتيات في الانديه السعوديه والنصر 68 بلنتي. مالك شغل بالنصر الحين ابو فهد؟ اخر فريق هو الهلال. سنه ولا زين وفات، خلني اعطيك عموما عزيز. هو قبل الختام الثمان السبع بلنتيات اللي حصلت، اذا انا صار لي ست حلقات اقول لك فيها احنا نسيت عشب واحمد. اي احنا بيختم هو قبل، فقلت لك فيها بلنتي مصري يبا بتاخذون الدوري، ما جرى الدوري، ما جرى بيعطونكم الدوري، مو يعطونا احنا ناخذ بيعطونكم الدوري. لا تبكي، لا تاخذ غصب بيعطونكم. مشكور محمد قال نبكي فرحا، نبكي فرحا، نبكي فرحا ابو سعود، ما نبكي حزن وزعل. شريف استانس على الهلال ابو فهد. انا شو اقول؟ الهلال متصدر هناك والكويت متصدر هنا، تستاهل.